ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الشيخ إلياس. I hope that you are in good health. Inshallah, I will send you this video for this month. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء أخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.